مؤخرا كان جديد هو انني طرحت واحد روبريز ديال احبك، اغنيه مشهوره جدا، وعاودت بالرؤيه ديالي بانسترومونطال من التوزيع ديالي من الرؤيه ديالي، والحمد لله كان لقى واحد الاعجاب كبير من عند الناس، وكان هو فقط غير تمهيد الجديد ديالي اللي جاي ان شاء الله قريبا غادي ننزلو، وكنشتغل عليه بتاني لانه الحمد لله يعني الجمهور اللي كونت هو جمهور شويه سمع، ما كيبغيش اي حاجه، ما كيبغيش يسمع اي حاجه، فانا كناخذ وقتي بزاف باش نطرح اغنيتي الخاصه، ولكن ان شاء الله عندي امل ان غادي تعجب الناس بزاف. بصراحه اللون اللي اخترت انا هو لون كيشبه لي بزاف، ما نقدرش نقول لك كذا لانه هو لون جديد، ربما غادي يكون ان شاء الله على امل انه يكون جديد، لانه في بزاف الافكار مخلط ما بين لي ستيل بزاف، عطى واحد الكوكتيل اللي هي الاغنيه اللي غادي تخرج ان شاء الله. لا بالعكس، ماشي قليل الدور، انا ما جلستش، بالعكس نهار اللي جيت ما جلستش، يعني متواجد بزاف في المهرجانات، متواجد في الحفلات والحفلات الخاصه كذلك، وبزاف الحاجات، يعني من نهار اللي جيت الحمد لله وانا متواجد، بالعكس ماشي قليل الدور، يمكن قليل الدور في السوشيال ميديا بزاف، انا كنحط داكشي على حسب الوقت الصراحه اللي عندي، منشغل بالفن بزاف، ولكن الحمد لله متواجد. لا والله بالعكس شوف، هو الى عطينا كمقياس لما بدا اللي ظهرت به انا في الاول في الاوديشن ديال ذا فويس، لما بدا حفظها العالم العربي كله الحمد لله، فهذا دليل انه بالعكس اي ستيل خصك غير تحب كيفاش تحبوا الناس، وما كيعنيش على انه الفن ديالنا الطربي مثلا نقدروا نسميوه نخباوي، لا بالعكس كاين شباب كيعجبهم هذا الشيء، وانا كنحاول نلعب ما بين الحبلين، الحبل الناس الكلاسيكيين وفي نفس الوقت الشباب اللي كنتقرب لهم بالايقاعات المودرن. باقي طبعا ويلا باركت له الالبوم ديالي مؤخرا اللي كنطرح، وهو معايا على تواصل، وحماقي كونا واحد الصداقه جميله انا وياه، رجعنا يعني نقدر نقول لك بحال الخوت، وكذلك هو كيعرض عليا وانا كنعرض عليه، ونهار اللي جا المغرب راجع عند الدار، فكيدل اننا حنا مازال على علاقه مزيانه بزاف. طبعا شوف انا نقول لك بالنسبه للستيلات انا ما عنديش حصر بالنسبه للستيلات، هو الصوت المطوع كيقدر يغني اي حاجه، غير هو انا كنحاول ما امكن نمشي في واحد الخط اللي الناس ضروري خصك تكون عندك بصمه، انا كنغني كل شيء بكل صراحه، كنغني جميع الستيلات، ولكن كنحاول ندير بصمه ديالي انا اللي كتشبه ليلي، هذا هو الموضوع. من الفنانين خصو يكون عنده نفس الوجهه ديالي، نفس الرؤيه، نفس المبادئ، ما كنفكرش بصراحه نعمل شي ديو مع شي واحد الا اذا كان كيشبه لي في نفس الخط، يعني غيضيف لي وغنضيف له. شي فنان كاين في الساحه، طبعا كاين، نهضروا على المغاربه، نهضروا على كاين اللي كيشبهوا لي في الخط ديالي، منهم اسماء المنور، كنوجه لها طبعا تحيه من الفنانين الرائعين، وكذلك هي كتقن الفن الاندلسي، هذه اسماء نفس البروجي كنظن. طبعا كنوجه لكم تحيه كبيره وعلى المتابعه دائما اللي كتابعوني، وان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.